الغويله المغرب خصها تمشي لكينشاسا كتمشي مباشره لكينشاسا الا المقابله والقضيه ديال لا سي اسامه منتخب الكونغو منتخب الكونغولي من هذاك البريزيدون منتخب الكونغولي باش كتجلى القوه ديالو فاز على بوركينا فاسو بخمسه لجوج وهذه هي بوركينا فاسو من احسن الفرق على مستوى ديال انا بكل صراحه مطمئن من المنتخب الاولمبي دوز الله انا على جدي المنتخب انا بغيت يماركيو اكثر انا ما بغيتش جدي المنتخب الاولمبي بلوس سوران كو ليكيب هاد المغرب والله وي وي المنتخب الاولمبي انا احنا النتيجه خصهم يسكوريو خصنا نلعبو اون جينيرال ما تدخل دقيقه على 10 دقائق يطوعوا خص كما قال سي محمد على الاقل 2-0 حنا بغينا تكون 4-0 ولا 3-0 باش نورمالمون باش حيت دابا غادي ندخلوا عاوتاني في يسالي الماتش ديال غندخلوا فيلم ديال اللاعبين المحترفين فيفا ما كاينش منافسات كاينه فيفا اغلبيه ديال اللاعبين المحترفين ما كاينش انا ما كاينش البي اس في بعدا قلت لك ما طلقش لعاب ما عطوش لعاب المحترفين ما كيكونوا كيلعبوا مع الفرق ديالهم هذا حقهم وقع لنا شي ودزنا مع المدرسه ودزنا حيت ماركينا جوج خذنا اليوم ماركي ثلاثه ان شاء الله انا ماركي ثلاثه اليوم ان شاء الله يكون ان شاء الله ثلاثه جوج غدا يا خمسه ان شاء الله ياك خمسه مزيانه ما كنظن المغرب كان كيلعب الكره قبل ما يكون عندهم محترفين وي سي نورمال جوله جوج كاين البديل الا ما عندناش حنا 16 لاعب هنا في المغرب نسدو بطولهم نشوف حالنا داكور سي نورمال ولكن كنا كنطالبوا بزاف الجمهور يمشي يشجع مراكش المنتخب كذا وكنساو دائما ان المنتخب الاولمبي راه هو غدا اليوم خص الجمهور يمشي يشجعوا في مدينه الدار البيضاء بطبيعه الحال لان هذاك هو الامل ديال المستقبل ديال كره القدم المغربيه لان هذا الشيء اللي كيوقع حاليا مع اللاعبين المحترفين واللي كنمشيو نطلبوهم باش يجيو للمنتخب الوطني كيخصنا نهيئوا منتخب رديف او المنتخب الاولمبي واللي ربيو فيهم ديك الروح القتاليه والروح ديال الوطنيه ويعرفوا القيمه ديال داك القميص الوطني لان الانسان ملي كان كيلعب اغلبيه اللاعبين المحليين كانوا كيتمناو وكيتسناو امتى غادي ينادي عليهم الناخب الوطني باش يجيو للفريق الوطني الان حنا صبحنا كنمشيو نطلبوا اللعابه باش يجي يدافع على القميص الوطني واللاعب الا ما كانش عنده واحد الحب واحد الغيره على بلاده اعتقد ان ما كاينلاش نعيطوا عليه والفريق الاولمبي باذن الله غادي يدير شي نتيجه مزيانه نتمنوا على انه يتسجل عليه حتى هدف ويسجل اكثر عدد ديال الاهداف باش يمشي للمقابله الاياب مطمئن المنتخب الاولمبي يمكن ولينا كنشوفوا طريقه اخرى للاعب ديالو الطريقه اللي يمكن خص بزاف الوقت باش اللعابه يفهموها ويتقبلوها ولكن كيبان بانه كيف قال اسامه الفريق تحسن بشكل كبير ولات عنده واحد الفلسفه في اللعب ولات عنده واحد القراءه جيده للعب لنا ولا لو كوليكتيف كيغلب عليه بشكل كبير هذا الشيء كيرجع للمقابلات الكثيره اللي داروا فلي زيكيب دو جون اللي كانوا عندنا في عامين كيلعبوا مقابله ولا جوج فاش كتسنى من واحد كيدرس كيقرا ساعه في العام اش غتخرج منه فملي خذوا الامور والامكانيات ولاو حيت ما كانوش امكانيات قبل باش يكونوا مقابله كتطلب امكانيات فلعبوا عده مقابلات ومن ثم خلات ان المدرب انه يتعرف على الى حصيتي اللاعبين اللي دازوا كثار ومن ثم عزل اللاعبين اللي يمكن لهم يعطيو ليكيبراسيون لعبوا مقابلات كثيره ومن ثم الانسجام ولا حصل ولاو لاعبين كيعرفوا بعضياتهم فما تكونش عندك قبل ما تكون عندك فريق وسط الملعب كيكون عندك فريق خارج الملعب في الفندق وكيفاش مجموعين التربوس اللي كيدير كاينه ديجا اون فامي ديجا دونك العلاقه تربطات بيناتهم من ثم تتسهل الامور على المدرب والى ذكرتي السي محمد هذه نقطه القوه ديال المنتخبات الصغرى ديال الفريق الوطني المغربي باش كان كيتكون الفريق ديال الكبار راك شاركتي معنا في منتخب ديال الفتيان واللي كنا كنجريو عده دوريات خارج ارض الوطن كنا كنلعبوا اسامه بزاف ديال المقابلات مع فرق قويه المانيا فرنسا انجلترا هذا اللي جعل هذوك يعني كتاخذ واحد التجربه كتكسب واحد التجربه وكيكون واحد التفاهم بين اللاعبين فريق ديال المنتخب ديال الفتيان ديال 70-71 على ما اعتقد 80% لعبوا في وصلوا للمنتخب ديال الكبار وهذا راجع لدوك الدوريات والمقابلات اللي كتجرى خارج ارض الوطن نعم
اذا ناخذ كلمه اخيره لان كاين وقفه من هنا غادي نمشيو كاملين ماشي وقفه سعد ماشي وقفه عينا سي محمد غيقولنا واحد الوقفه هو الاول غنبداو به اشنو اقول الفريق الوطني ان شاء الله كنتمنى من الله ان اللاعبين اللي غادي يلعبوا كيما بغات تكون الاسماء ديالهم هو انا اللي كنتمنى من الله هو يكونوا في اوج العطاء ديالهم حيت كل لاعبين حتى واحد ما كاينه اراده ديال اللاعب ما كاينش لاعب في الفريق الوطني الان ما عندوش اراده باش ينتصر وما عندوش حوايج باش ولكن كاين واحد النهار ما كتكونش في الاون فورم فاللي كنتمنى من الله هو الاغلبيه ديال اللاعبين يكونوا ذاك النهار اون فورم اسامه لا سننتصر ان شاء الله سننتصر بهدف اللي صفر هذا ما نتمناه وتتبقى كره القدم فيها جميع الاحتمالات ولكن على حسب المعطيات ان شاء الله اظن ان المغرب سينتصر ان شاء الله على الاقل يعيشوا 24 ساعه متفائلين على الاقل كنا واحد سعيد للعناصر الوطنيه ويعطيو واحد الفرحه للشعب المغربي غدا ان شاء الله من بعد ما 11 الليل نكونوا جميع فرحانين وبانتصار ديال الفريق الوطني ان شاء الله مجيد كجميع الاخوان ديالي حنا كلنا مع الفريق الوطني بقلبنا ونتمنوا على ان تكون النتيجه في صالح الفريق الوطني المغربي ويستغلوا هذيك المؤهلات ديالهم يكون الفوز ديال المغاربه باش يفرحوا هذا المغاربه اللي وراء الفريق الوطني لان المغرب كله لا حديث الا على المقابله ديال الجزائر وانا اتمنى اكثر من كل واحد لانني انا ملسوع من الجزائر ومن هازم بخمسه لواحد كنتمنى على ان غدا يرجعونا يردونا الاعتبار ديالنا اللاعبين المغاربه باذن الله هشام الى تكلمنا بمنطق ديال المشجع ومغربي ومناصر حنا كنتمنوا الفوز ويمكن ان عندنا ثقه في منتخب وطن ديال الوطن ديالنا ولكن المنطق ديال كره القدم خصنا حتى هو نتقبلوه فكما قلت الهزيمه ماشي نهايه العالم يمكن انه فرصه المنتخب الوطني باش يمكن انه فرصه متاحه باش تكون انطلاقه جديده ديال المنتخب الوطني وكنتمنى التوفيق لجميع اللاعبين اذا مستمعينا الكرام نذكروا باننا حنا الان غادي ناخذوا واحد الفاصل بعد غنمشيو العناوين النشرة ومن بعد حنا كنا ان شاء الله غادي ننتقلوا لجامع الفنا الارغانا كاين لحظه عناق مع ارغانا الصحفيين المغاربه دايرين لحظه تامل لحظه عناق مع ارغانا الصحفيين المغاربه كذلك الجزائري غادي يكونوا حاضرين غادي نمشيو تما ان شاء الله باش ننقلوا ردود الفعل الاراء ديال الناس اللي غادي يشاركوا تما ناخذوا الصحفيين سي محمد المغودي اولا انا كنقول لغيريت لا مبرر لك لا ذريعه امامك الكل مجند مع الفريق الوطني المغربي كلنا مع الفريق الوطني المغربي من القويرة الى طنجة كنقول كتعجبني واحد الفكرة وانا صغير باقي تلميذ كنسمعها هيا يا رفاق نحتفي بالوطن اقول غدا للجمهور المغربي هيا يا جمهور نحتفي بالوطن الاحتفاء بالوطن يبدا بالدخول الجميل والحضري للملعب يبدا بالخشوع والخضوع للنشيد الوطني يبدا بالاحترام المطلق للنشيد الوطني الجزائري ويبدا ايضا بالتشجيع المطلق لأسود الأطلس إلى نهاية المقابلة يبدأ أيضا بالانصراف الحضاري الجميل من الملعب والمحاسبة ليست باقتلاع الكراسي ورميها ليس بالسب وليس بالشتم ولكن بوقفة نقدية تقييمية نقدم فيها النقد ذاتي كل واحد من جانبه والدوام للنجاح والفناء للفشل اذا نتمنوا النجاح هو اللي يكون مع المنتخب الوطني المغربي اذا المستمعين الكرام غادي ناخذوا فاصل بعد منو غادي نمشيو للقسم